التي بدأت بها، أن خصوصية تجربة الموروث على امتداد تجربة الحداثة العربية، على امتداد أحقاب الحداثة العربية بأسرها تقريبا، هي نجاحه في استدراج الذائقة لأسباب جوهريا تتناقض مع استدراج الذائقة. بمعنى كان ينبغي له أن ينفر الذائقة، لأنه الذائقة كما قلت لكم وتعلمون متعودة على سنوات وسنوات، مئات السنين وآلاف السنين من بنية إيقاعية طاغية وجبارة وجذابة في الواقع وغنية، وجاء الشعر، جاءت قصيدة مثل لكي تكسر هذه العلاقة، تمكن في الواقع من إقامة صلة جميلة جدا وصلة يعني وطيدة للغاية. وحتى الآن نحن نلمح آثار محمد موطن، رغم أنه توقف عن كتابة الشعر أيضا بسبب احترامه للعلاقة مع القارئ، أحس أنه لن يستطيع تقديم الكثير، وبالتالي لن يكمل شروط التعاقد بينه وبين القارئ حول هذه المسألة، فتوقف طوعيا وكان قد تقاعد بشكل مشرف بشكل لامح حقا. وبالتالي يعني هذه الخصوصية عالية لمسناها حين رحل في الكم الهائل من التثمين الذي كتب بحقه على الصعيد الشعري طبعا من أجيال مختلفة، بالتالي يعني كان نادرا، الآن من النادر أن تختلف أو تتفق الأجيال الراهنة المشاورة حول أدونيس أو حول محمود درويش أو حول كائنا من كان يعني، ولكنها اتفقت على الموروث لأنه فعلا تمكن من تحقيق ذلك التعاقد الصعب بين ذائقة كما أسلفت حولنا وعنيدة وبين شعرية عالية وعالية.